ورحمة الله وبركاته. ازيك عاملين ايه؟ في حلقة جديدة من برنامج بالحب مع بركات رحيق. ازيك يا رحيق؟ ربت وتقول لي ازاي؟ يعني عايزين نبدأ النهاردة نحس ان احنا بنحب بعض وتبقى حلقة بجد. لا بجد حب، لان حلقة النهاردة يا جماعة مهمة. ايه ايه اللي بيتفرج على اليوتيوب وينسوش يعملوا اشتراك في القناة ورايك كتير عشان بيفرق معايا. بيفرق معاه وبيفرق في مشاعرها واحاساسها. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه ايه؟ معرفش. عيد الام. بمناسبه عيد الام. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الام. عيد الام. انا اللي بفكرك اهو. بتفكرني يا جماعه؟ يبقى خلاص خلاص الاستاذ نجم العالم بركات كويلة. انت هتقولي مين دي؟ هتقولي طبعا مين دي؟ صح. يا جماعه القصه، بصوا على القصه. الله اكبر، رحيق اتغيرت. رحيق زي ما انا. رحيق اتغيرت. اولا عايز اقول لكم وحشتوني جدا جدا، وحلقه رحيق دايما بتبقى ضرب نار. ضرب اهو، الضرب بدا اهو، الضرب بدا. تمام. واحنا النهارده زي ما انتم شفتوا اول مره قلت ازيك يا رحيق، وكان في بينا حب عشان لا للتعصب، لا الايه، لا الايه، مش راضيه، مش راضيه، لا اللي مش راضيه. تمام. احنا النهارده بما اني لابس وعامل زي الجبنه اللوسن، عمال اقول كده. الجبنه هنا يا جماعه بس هو مخبيها. ايوه، وهي بره كانت بتقول لي ممكن اكل منك حته، وكانت عايزه تاكلني والله. تمام. وممكن اقطع التيشيرت واخد منها حته الجبنه. جينه. لا للتعصب بجد، لا للتعصب في اي شيء تحديدا. استنى بس. اتفضلي. بتقول ايه كده؟ يا عسل يا عسل يا سكر. انا بقول للتوته بتزغزغني يا جماعه، عشان الساده المشاهدين اللي بيخشوا له بتضربوا على الهواء. بتزغزغني طفله بريئه، بتزغزغني يا محمد. ماشي. عشان مين عودت كل حلقه طول محمد؟ ما يا رحيق، يا رحيق في واحده مستهدفانا معرفش ليه، بقول لها كتر خيرك والله، واحنا لو عندنا اخطاء بنتعلم منك ونصلح من نفسنا. ممكن نستضيفها؟ نستضيفك صح. تعالي اقعدي معانا في البرنامج يا ستي، واحنا موافقين على اي كلام. لو عايزه تبقى مذيعه بدل البركات يبقى خلاص اهو. والنبي بقى، في طفله بريئه جميله كانت ممكن تقول تعالي وبدل الاستاذ نجم مصر بركات كويلة. نجم مصر ايه؟ لو انت كنت نجم مصر كنت جبت لي ياسمين صبري. بس خلاص ان شاء الله الفنانه ياسمين صبري هنجيبها. هنجيبها. كنت بتقولي معاها رقم. هجيب ايه؟ مش على الهوا. على الهوا يا حبيبي. طيب اقعدي اقعدي عشان نتكلم على الضيف بتاعنا. يا جماعه احنا معانا ضيف توح. موحة. معانا ضيف. انا مش عارف اقول لكم ايه، بس بيحب الاهلي والزمالك. سيبينا اتكلم. اهلي. سيبيني اخد الكاميرا لوحدي دقيقه. اخد الكاميرا لوحدي دقيقه. عمرك ما هتاخدها اصلا. سيبيني المذيع رحيق الشاذلي. طب سيبيني اخد فرصه. انت مخرج يا مخرج، هات الكاميرا عليها شويه، عيب. ايوه لا كده. لا 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 استنى، ده احنا قايلين لا للتعصب. لا للتعصب. انت مين؟ لا بنت احمد الشاذلي. اتفضلي. يا جماعه الحلقه ما فيهاش تعصب. هتقولي لي ايه اللي بيحصل ده؟ ده بنوريكم لما التعصب بيحصل بيبقى كده. فلا للتعصب، عشان معانا ضيف النهارده جماهير الاهلي والزمالك بيتابعوه بشده جدا 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 ومركزين معاه ما شاء الله. الله اكبر عليه، ربنا يوفقه. اكسبرور. ايه اكسبرور ده؟ ايه بس؟ اعملوا له اكسبرور على تيك توك. اكسبرور. تيك توك اهو انا وهو. اوكي. وانا شهرته على صفحتي، تنسوش توصلوا الفيديو ده بالذات لمليون. ايوه. انا عملت هو لوحده. ايوه. وبس. طيب تعالوا نستضيف موحة او موحة. سامح. استنى. هنعمل حركة. ايوه هنعمل حركة طبعا. وهنرجع. يلا بس. يلا ايه يا محمد؟ تعالوا نطلع فاصل عشان نستضيف موحة. نستضيف موحة الاول. لا هنقول بعد دقيقتين الاول. طيب هنطلع فاصل ونرجع لكم بعد دقيقتين ونستضيف موحة. خلصت كل فلوسي. في ظل المنافسة الشديدة اللي بنشوفها في سوق الملابس، ومن ضمن اللي بيساعد في الدعاية للملابس وخصوصاً الأطفال، الموديل. دلوقتي تقدر تعمل إعلان منتجاتك بشكل مختلف،
من خلال مودلز أطفال مدربين على أعلى مستوى. ودي خدمة بتقدمها لك أكاديمية بركات كويلة لتدريب الأطفال لأقوى عروض أزياء تحت إدارة المخرج بركات كويلة. اتصل بنا على الأرقام التالية لاختيار الأطفال المناسبة لمصنعك أو لشركتك. أكاديمية بركات كويلة لرعاية الأطفال والفنون تقدم. عايزة إيه النهاردة؟ ما راح من غير تكليف. وقفيني بقى وقفيني بقى. لنا أهلان بالعيد أكشن. مهما كان الصبر تقدوكوا على بعض يا جماعة. برافو يا بسملة برافو. ده انت اخوات صح؟ كده معروف شويه على انا بحييك لان انت اخترت الاصعب فكره ان انت تتعامل مع الاطفال دي. طب مثلا الساعة 8 الصبح ده تهديد بقى. ده مش راجل ولا اسألها في الدين يعني. لا والطريقة مبسطة وأغاني جميلة وكمان أنا شايفة إن أنت بتخليهم يعملوا تعبيرات بوشهم وبإيديهم ويتحركوا ويعملوا حركات جميلة مع الأغنية. قول له إديني مصروفي خلصت كل فلوسي. ورجعنا لكم بعد دقيقتين. اخدي اغنيه كده. ارحب بمحى الاول. الاول. حرب. ازيك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ والله الحمد لله عايش. اخبار الاهل والزمالك معاك ايه؟ والله كويسين على حسك. اه مبروك. مبروك لمين بالظبط عشان انا مش عارف. لا اصل انا يعني ايه اصل انا يعني انا اسف يعني لو بتدخل يعني في النقطه دي بس انا شايف يعني ان انتوا اليومين دول كفرقه يعني متفرعنين علينا شويه يعني. احنا متفرعنين؟ اه انا مش شايفها خالص الصراحه. ما فيش فرعنه. اهلا نورت البرنامج. نورت البرنامج موحى. موحى اللي منور الدنيا. الحمد لله. عرف الناس بقى بيك. والله يعني الناس الحمد لله عارفة موحى دايما بيتكلم عن الكورة والحمد لله يعني عامل حالة كويسة على السوشيال ميديا ودايما بتكلم عن الزمالك وعن الأهلي والحمد لله في الفترة الأخيرة دي ببقاش عندي تعصب خالص. آه واضح. فخلاص يعني أنا جات لي كل الأمراض زي ما بيقولوا. السلام عليكم. فقلت بقى لا لازم أنقل بقى الحتة التانية عشان يعني ألحق بعمري بس مش أكتر يعني. تلحق بعمرك. طيب معلش يعني هو سيادتك ليه بتتدخل في امور الزمالك يعني؟ معلش يعني اكيد عشان واحد زملكاوي لازم بيبقى خاف على فريقه. ايوه ولكن في فرق بقى انك تخاف على فريقك. ايوه وانك تطبل لفريقك. الله قصدك ايه بالطبل ده يا استاذ؟ يعني مثلا تجيب طبله او طبل. مثلا اجيب بس أنا طبله. انا حاسس ان كلامك فيه تلميح كده يعني. والله انا مش عايز يعني اقصد حد بعينه ولكن اغلب دلوقتي جمهور الزمالك مختلف شويه عن جمهور الاهلي في حاجات كتير. قصدك ايه مختلف؟ هقول لك قصدي. اصل بص يا استاذي صل على النبي لو انت بتقول لي انت زملكاوي فانا برضو زملكاوي فناخد بالنا من الكلام على نفس النادي اللي احنا بنحبه. اكيد طبعا. ارجوك فبلاش تطبل وبلاش الكلام الكبير اللي بيتقال عشان ايه؟ قصدك ايه بنطبل؟ اصل انا ممكن اعديها بس انا ممكن برضو ما اعديهاش. انت حر بس انا بتكلم من أيوة. وجهه نظري اللي ليس لها قيمه على الاطلاق. انا بحب كابتن ميدو. استنى نسمع رحيق بتقول ايه. اتفضلي.
طيب ممكن ناخد اغنيه كده عشان انا حاسس ان بينه وبينك في سخونيه بتحصل، فعشان نهدى خلاص. عشان لا للتعصب يا جماعه، لا للتعصب، سواء انت اهلاوي زملكاوي ممنوع التعصب. ورحيك هتغني اغنيه، اتفضلي يا رحيك. اتفضلي يا رحيك. سي تي با با قولوا يديلي مصروف، سي سي تي با با خلصت كل فلوسي. هتتذبح. اوكي كمان، اصل هي الاغنيه بتستفزني شويه. قصدك ايه يا رحيك ان خلصت كل فلوسي؟ قصدك ايه؟ يعني فلوسي خلصت وما بقاش حاجه في جيبي. طيب الناس اللي هتربط بين الكلام ده وبين نادي معين، واكيد انت فاهم، والفلوس خلصت طبعا. والله طفله بريئه ما تفهمش الكلام ده. طبعا انت فاهم هي بتقلت ايه. انا فاهم هي يعني هي طفله بريئه، بس يعني سبحان الله تحس اللي هي يا ريت بالواقع اللي شايفاه. خليني اتكلم بجد، بعيد بقى عن التعصب والانتماء، عايز اوصل رساله مهمه لجمهور الزمالك، واللي انا دايما ببقى عامل مرايه اظبط لجمهور الزمالك. انا بقول ما فيهاش حاجه لما نتعلم من حاجه وحشه. صح. جمهور الاهلي اللي بقى اللي انا بحترمه فيه واللي حبيته فيه واللي اتعلمته فيه، اتمنى الكاميرا يعني تركز لي على الدقيقتين دول بالذات. جمهور الاهلي بيحب يدي وياخد. جميل. ادعمك، اقف معاك، اعمل اللي انت عايزه مقابل انك تديني بطوله تفرحني. لكن العكس صحيح عند جمهور الزمالك. ادي 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 ادي، مش مهم اخد مقابل. فدي انا اتعلمتها من جمهور الاهلي وبحييه عليها. ليه بقول كده؟ ايوه، عشان زي ما قلت لازم يبقى في مرايه ونتعلم كلنا من اخطائنا ونتعلم من النجاحات الثانيه. تمام. في مقارنه عملتها بعيد عن التعصب والانتماء، والمقارنه دي من وجهه نظري انا اللي ليس لها قيمه على الاطلاق، كلمه كابتن ميت عشان اللي بتريح الدنيا كلها. يعني اللي عايز ياخد الكلام ياخده، واللي مش عايز ياخد الكلام ما ياخدهوش. تمام. ليه انا قلت في وقت من الاوقات ان الزمالك بتاع البطولات السريعه او بتاعات البطولات السهله شويه، والعكس صحيح. ثواني بس، ثواني معلش، اصل انت ايه؟ هو احنا ليه؟ انا اولا انا مش مصدق ان انت زملكاوي. لا مش مصدق. معلش، اصل واضح ان التطبيل اتقال، بس انت قلته ايه بشكل تاني؟ كلمه اصل اللي بيطبل كويس، المفروض كده انت لمحت بيها على حد لابس اخضر، البحلق اللي هو لابسه ده كويس. فانا بس هقول لك على حاجه، لو انت برضو بتقول الزمالك ايه يا رحيك، انت ليه بتسخني؟ عماله تقرصيني اهو، اهو اضربه. مالك ايه؟ هو النهارده ما جالناش مكالمات ليه؟ لا مش في مكالمات، هتجيلنا النهارده ان شاء الله. في مداخلات، في طيب في مكالمات موجوده. كم مكالمه؟ هيجي لنا مكالمات النهارده. انا عايزه 50 مكالمه. عايزين 50 مكالمه بس يا جماعه، 51 عشان موحى. طيب بص يا سيدي، لو هتتكلم عن البطولات فالزمالك برضو واخد بطولات يا محمد، يا موحى، تمام. ولو هتتكلم على الجمهور اللي بيدي وبياخد، الزمالك بيدي وبياخد كويس جدا. طب تعالى بقى نتكلم ونخلي المشاهد هو اللي يحكم. اتفضل. انا بقى بتكلم من الواقع، ما بتكلمش انا اسف بنغني شعارات والكلام ده، انا مش بتاع شعارات، انا بتاع واقع. الواقع بيقول لك ايه؟ بأمارة اديله روحي وبرده قليل، ده شعار ولا مش شعار يا محمد؟ ايوه بس في نفس الوقت بيدي. يبقى انتوا بتوع شعارات بقى. يا حبيبي الاهلي بياخد. على فكره اللي بيكلمك زملكاوي، بس انا عايز اقول لك ما تقوليش زملكاوي، ما تعصبنيش، لا للتعصب، لا للتعصب، لا للتعصب، ما تعصبنيش. يعني هو انا علشان زملكاوي لازم اتكلم عن اهلي وحش مثلا؟ ما زيك او اقول لا الانتماء، انت بتتكلم عن نادي انتمائك ليه. انت ينفع تبقى متجوز واحده وتروح تقول اصل الست دي كويسه وتقول مراتي ما بتعملش؟ انا ما اقولهاش كده، انا اقول لها اتعلمي من الفلان دوت اللي ناجح. هتكلم بقى من الواقع. اتكلم في الواقع. الواقع يقول لك ايه؟ طيب ان الزمالك. معلش يا استاذ محا، معانا يا استاذ الشعراوي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نكلم الاستاذ محا حراق. اتفضل يا باشا. اتفضل يا فندم مع حضرتك. احنا من اشد المعجبين من الاستاذ موحى. ربنا يخليك يا حبيبي. بس عايزين نخف على الزمالك شويه. قول له. انا والله نفسي الزمالك يبقى احسن نادي في مصر والله، وياخد كل البطولات. لا انت كنت في الاول حبيبنا يا موحى، بس قلبت. والله العظيم. والله العظيم انا ما قلبت ولا حاجه، ولكن التعصب هيخسرنا حاجات كتير يا استاذ الشعراوي. طب وأنا... انت تتوقع يا استاذ موحى الزمالك حاله يتعدل ازاي؟ هرد عليك يعني في الحلقه دي، لان الحاجه دي مهمه جدا وهتكلم فيها، لاني اتمنى الرساله دي توصل، وانا عارف هتوصل للمسؤولين ان شاء الله وكل من يهمه الامر في نادي الزمالك. هتكلم في الحته دي لان هو محتاج الزمالك الحته اللي انت بتتكلم فيها دي. ولا للتعصب يا استاذ شعراوي.
بس احنا زعلان، جمهور الزمالك زعلان منك يا موحى. لا طبعا انت برضه اصل مقصر معانا الفتره اللي فاتت دي وميال للاهلي شويه. والله صدقني قول له في زملكاوي، في زملكاوي يقعد. مين اللي بيطبل كده يا استاذ شعراوي؟ طبعا مين اللي بيطبل كده؟ لا 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 للتعصب، لا للتعصب، لا للتعصب. بقاله من ساعة مشي المستشار مرتضى منصور وهو قالب، تحس شفت شفت فين التطبيل بقى اللي بيتكلم عليه؟ ده احنا لو اتكلمنا هنقول كل حاجة. أنا موجود النهاردة ما بتكلمش، الناس اللي بتتكلم. أنا ضدك في الحتة دي يا فندم صدقني. مش عشان أنا زملكاوي يبقى كل حاجة كويسة على الزمالك أقولها وبس، لا لازم ماشي يا أستاذ موحى. بس أنت شايف إن الوزير أشرف صبحي جه على الزمالك؟ لا 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 لا، هو يعمل ايه يا فندم؟ بص يا فندم انا اسف، مع انا ضد اللي بيتعمل مع الوزير اشرف صبحي مع كل الاحترام. بلاش يا جماعه نتكلم على اسامي حد، بلاش. ولكن هو معلش، هو يخلي اللعبة تنزل تكسب يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ايوه بس انت المفروض لو انت بتشجع، لو انت بتشجع الفرقه مش هيفرق معاك اللعيبه خسرت او كسبت، لان انت مش هتبقى معاها في المره. بس هنا بقى اللي بتكلم فيه ان جمهور شكرا الزمالك. شكرا يا استاذ شعراوي، شكرا شكرا ليك. بص يا بركوت هنا اللي انا بقوله، بس اشوف رحيك عشان رحيك اتفضل. رحيك النهارده هي المنبه بتاعنا للعصبيه. هو انا هادي يا رحيك، انا هادي. يا انت مش بتتكلم على الاهلي والزمالك؟ اه بص، هو كل فريق كل مره فريق، مثلا كل مره واحد بيكسب وواحد بيخسر بالظبط، والفريق الجاي بقى واحد بيخسر وواحد بيكسب. حلو، اسالك سؤال يا رحيل، الكره مدوره ولا مربعه؟ مدوره صح. عندنا احنا الكره مربعه. عندكم عند فين بقى؟ ليه فين الكره بتيجي عند الجون وبتخرج يا رحيل؟ يعني ايه بتيجي عند الجون؟ طب يا استاذ محمد، الو معانا مداخله تاني. الو طيب حاول تاني، حاول تاني الشبكة. خليني بس اتكلم في المقارنة دي علشان عايز اوصل للزمالك في الحتة الكويسة والجميلة. اسمعني بس في المقارنة دي، واتمنى المشاهد يسمعني في المقارنة دي. انا ليه قلت ان الزمالك اخره كاس مصر او بتاع البطولات السريعة؟ واسمح لي بس للاخر. هنا بقى بيبين لك نجاح النادي والشخصية، مش كبر النادي. النادي الزمالك كبير ونادي الاهلي كبير، بس بتكلم على الشخصية. الزمالك واخد 27 كاس مصر و12 دوري، يعني كاس مصر اكتر من الدوري. لكن تعالى للاهلي بتاع كله 42 دوري و37 كاس. هنا يدل لك على ايه الكلام اللي انا بقوله؟ ان الاهلي دايما فكره ثابت. في اكتر من كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ قال لك ان الاهلي بينا من غيرنا هيفضل هو الاهلي وشخصيته. طيب لكن الزمالك، استاذ تامر يعلق على الكلام ده. طيب. استاذ تامر. ايوه يا فندم، ازيك يا فندم؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. الله يسلمك يا فندم. اتفضل. انا اهلاوي. احسن ناس طبعا. حبيبي يا فندم. ربنا يخليك. انا بس حابب اقول حاجه للكابتن موحى. حبيبي يا استاذ تامر. الله يخليك، الراجل ده زملكاوي صميم. تسلم لي يا غالي، دي شهاده اعتز بيها. الله يخليك يا فندم. سامع؟ سامع. وبناء عن كلامه بيقول ان الراجل دوت بيحب الزمالك جدا. تمام. وحابب ان هو يكون في احسن صوره. تمام. تمام يا فندم. فما استحملوه شويه عشان هو بيتكلم بحرقه عن الزمالك وهو معجب بالاهلي بادائه، رغم ان الاهلي برضك يعني اداؤه اليومين دول تعبان، بس الاهلي بيدعم وفريقه بيدعم. صحيح. وهو حابب ان الجمهور الزمالك يدعم بمقابل. مظبوط، صح يا استاذ تامر، احييك. الروح ترجع تاني لفرقه الزمالك وتلعب بروح حلوه. طب انت شايف الروح ترجع للزمالك ازاي؟ والله يا فندم المفروض ان الناس الكبيره ترجع تقعد مع اللعيبه وتفهمهم ان النادي ده كبير. طب يا استاذ تامر، الزمالك برضه كبير. طبعا. أيوة. تمام، الزمالك كبير وكبير قوي برضه افريقيا وعالميا، عشان برضه نبقى بنقول الحقيقه. والاهلي كبير، بس انا كزملكاوي انا احب اتكلم عن النادي بتاعنا، ماليش دعوه باي نادي تاني. انا من وجهه نظر انا ادور على اخطائي جوايا. ما ينفعش يا استاذ تامر، مفيش تعصب. ما المفروض بقى ما يبقاش في تعصب بقى، ده المفروض. طب انا اسف على كلامك انت كده. اتفضل اتفضل يا استاذ تامر. هو دلوقتي لما يكون الاهلي في كمته والزمالك في كمته، الفايده هنا راح لمين؟ الايه؟ الفايده هنا راح لمين لما يكون الاثنين دول في القمه؟ هي رايحه لكله طبعا، للجميع. ده على المنتخب. للجميع طبعا. صح، بيصب في المنتخب. صح كده. طيب احنا ايه مشكلتنا دلوقتي اللي احنا كلنا ندعم الزمالك؟ ايه مشكلتنا يا فندم؟ احنا كاهلاويه بندعم فريق الزمالك.
بس ده مش واضح مع احترامي يا استاذ سليمان. يعني انا حتى انا هقول لك على حاجه، انا ليه عمال كل شويه اقول لا للتعصب لا للتعصب؟ لان لو حضرتك ركزت، ما حاجه من الاثنين، لا اما في ناس بتوقع بين الاهلاويه والزملكاويه ودول اكتر بقى الظاهر كويس، لا اما في حد نيته مش صافيه بدليل ان كل واحد بيستنى ماتش بس للتاني يخسر واتفرج على التحفيل. لا 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 انا اعترض معاك في الحته دي استاذ تامر. استاذ تامر انا اعترض معاك في الحته دي. دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه جمهور الاهلي احنا صعبانين عليه، عمري ما شفت مرحله. شايف الكلام؟ شايف الكلام؟ انا بكلمك بجد. طب اتفضل. النهارده مفيش اهلاوي بيحفل على الزملكاوي، بيقول لك الله يكون في عونهم ربنا معاهم، دي امانه. لاحظ كلامك جارح. انا بقول كده كلامك جارح يا موحى. لا 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 انا بقول كده لان انا عايز الزمالك يبقى رقم واحد. انت معانا يا استاذ تامر؟ معاك يا فندم. طيب خليك معانا بقى اسمع الكلام اللي بيقوله ده. انا بقول كده لان انا نفسي الزمالك فعلا يحس بالمسؤوليه واللعيبه تحس بده. حلو. بيحب الزمالك جدا. الايه؟ واضح ان هو بيحب الزمالك جدا. تمام. طب انت شايف انت كاهلاوي بتقول ربنا يكون في عون الزملكاوي؟ انا بس اتمنى ان هو يعدي من الظروف دي. طيب ادعم بقى، ادعم. احنا فعلا محتاجين الدعم لان اي نادي في اي لحظه بيمر بظروف. الدعم بيبقى عامل ازاي؟ ده كيان كبير والاهلي كيان كبير. فما ينفعش الكيانين دول ينزلوا. طبعا لازم ندعمهم بكل السوق. طب انا اتمنى والله، انا نفسي اللي احنا كلنا ندعم بعض. وشكرا جدا يا استاذ تامر ونورتنا. اتفضلي يا رحيم. ما حدش عبر مني اليوم ده عشان انت ولا اهلاويه ولا زملكاويه. انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهلاويه. طب اختك مش هتجي لك امراض انت؟ يعني لا انا بهزر، انا زملكاوي اهو، يعني مفيش حاجه اسمها كده، بس انا بهزر معاك. طيب على فكره، على فكره السنه اللي فاتت الزملكاوي كسب، والسنه دي المفروض الاهلي هو اللي. لا ما مش بالمفروض. لا مش بالسنة، هي مش بالمفروض يا رحيك، هي كل فرقه بتلعب بتتعب بعد كده ساعات بتخسر وساعات. ايوه ساعات بتخسر وساعات بتكسب، بس هي في بطوله، البطوله دي كل ما هتكسب فيها كل ما هتكسبها او كل ما هتاخد بطولات اكتر، يعني محتاجين اللعيبه تلعب تكسب تلعب تكسب. تخسر مره مش مشكله، مرتين اوكي، بس مش على طول بتخسر 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 بتخسر. فهمتي؟ مش عارف اقول ايه. مش عارف عشان انت ولا زملكاويه ولا اهلاويه. بص يا رحيم استنى بس، انت عجبك المكالمه والحوار فقلت اقول اهلاويه، حسيت ان الزملكاوي مش عارف. ولا كاني موجوده. انتوا اللي عمالين تتكلموا وانا كاني ولا موجوده حتى. لا يا ست انت معانا. ما نقدرش. استاذ احمد معانا، اتمنى انك تكلم رحيك عشان ايه ما تقومش تاكلنا. ماشي حاضر. الو استاذ احمد. ايوه كابتن، ازاي؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا كابتن، ازاي؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. الحمد لله والله. يا فندم احنا زمان بالنسبه لمبادرات الاهلي والزمالك زمان، انا كمشجع يعني زملكاوي طبعا. بس اعلي صوتك شويه معلش. والله حضرتك انا زملكاوي. تمام. وابويا الله يرحمه زملكاوي جدا. الله يرحمه. كله زملكاوي. الله يرحمه. زمان واحنا صغار الواحد اول ما طلع ونشا على وقفه في الكوره كنا نلاقي ابويا بيشجع الاهلي زي الزمالك في البطولات الافريقيه والعربيه. طب اطلب من حضرتك حاجه. اتفضل. خليك معانا بس ثانيه، نطلع فاصل ونرجع تاني. نطلع فاصل يا جماعه ونرجع لكم تاني. مساء الخير ورجعنا لكم تاني. استاذ احمد انت معانا؟ ايه؟ ورجعنا لكم بعد دقيقتين. ايوه يا فندم لحظة. ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟ والله الحمد لله يا كابتن. ازاي حضرتك؟ معانا؟ معاك يا كابتن. لا حضرتك بتكلم في موضوع طبعا الانتماءات الاهلي والزمالك، بقول لك الزمالك بيشجع الاهلي في البطوله الافريقيه زي الزمالك. طب انا بس هستاذنك، في صوت جنبك، حاول تبعد عن التلفزيون او حاجه. انا سمعت حضرتك بعيد عن التلفزيون. تمام اتفضل. احنا بنشجع الاهلي زي الزمالك بالظبط في بطولات افريقيا او البطولات العربيه. تمام. حاليا يا فندم التعصب الاعمى دلوقتي مع كل واحد، بيقول لك ايه لو الزمالك، يقول لك الاهلي لو بيلعب مع فريق يهودي انا اشجع اليهودي، والاهلي كان العكس يقول لك الزمالك بيلعب مع فريق يهودي اشجع اليهودي. طب ازاي احنا، ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ صح، نقطه حلوه قوي 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 قوي، احييك عليها يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم. لا بقول لك احييك على الكلام دوت، انت صح. لا العظيم والله احنا زمان كان الاهلي بشاكه، فاكر اهداف الاهلي في بطوله افريقيا زمان زي احسن من دلوقتي من كتر التعصب وكتر احنا بنشوف. يا استاذ احمد. اتفضل. استاذ رحيك عايز اسالك سؤال. اتفضل
اتفضلي. لا انت تسألي مش انت اللي بتسألي. طيب رحيك بتقول لك انت بتكلمنا منين؟ من الشرقية يا رحيك. احسن ناس. يعني شوف اكتر واحدة اهتمت بيك، اكتر واحدة اهتمت تعرف انت بتتكلم منين. عسل منورة رحيك على الشاشة منورة. ردي ردي على عم احمد بيقول لك منورة. نورك بتتكسف شوية بتتكسف شوية. طيب شكرا جدا يا استاذ احمد وتشرفنا بيك واحسن ناس بتوع الشرقية. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ انا ده الكلام اهو ده بيأكد كلامي. طيب يعني مفيش تعصب. حلو. يعني الاهلي بيلعب مثلا في كاس العالم للانديه ما لقيش حد بيهوى هو ونونوا عليه. مين مين ايه يا رحيق؟ مصر هي اللي خلت في حاجه اسمها اهلي صح وزمالك. طبعا الاحراج مصر رقم واحد. اه وانتوا ايه الاحراج ده؟ احرجتنا قوي صح. احرجتنا ليه يعني بتتخانقوا عشان خاطر الاهلي والزمالك؟ صح. طب ما كل فريق يعني كل سنه عادي، مثلا كل سنه واحد بيخسر واحد بيكسب عادي. صح. ما تزعلش يعني. طب ينفع يا استاذ رحيل؟ طب ينفع يا استاذ رحيل كل سنه الاهلي يكسب؟ يعني الاهلي بقاله 5 سنين بيكسب الدوري ورا بعض، يعني سنه اتنين تلاته. ايه يا عم؟ خمسه ورا بعض. خمسه مين؟ صلى على النبي، احنا مش من قريب واخدين 3 بطولات ورا بعض؟ ايوه انت بتاخدش الدوري بقالك 5 سنين يا عم. هو ده وانا بس خدت 3 بطولات ورا بعض. 3 بطولات سريعه. ايوه سريعه. في ماتش وفي ماتشين. لا للتعصب. هتشلوني هتشلوني والله. اتفضلي اسم الله عليكي قولي. اتفضلي. لا للتعصب احنا النهارده. لا للتعصب قولي يا رحيم وكملي. انت نسيتني. انت بتقولي مصر. ومحدش يزعل ولازم هنا يكسب وهنا يكسب. اه انتوا عادي يعني 3 بطولات اي حاجه. اه هاتي بس دي كاميرا على المايك. عشان كده اتخانقوا عشان كده. عشان في انتماء يا رحيق. انا دلوقتي راجل ممكن اقول حاجه ولا؟ طب حياتكم حلوه يعني. يا ست حياتنا حلوه وزي الفل، بس في عيله والزمالك يكسب. اتكلم لوحدك، انا حياتي مش حلوه. لا يا عم انا الزمالك عاجبني كده والله اكبر وبسم الله ما شاء الله الله يا رب. خليك زيي، احب الاهلي والزمالك. لا انا بحب الزمالك الاول وبعد كده الاهلي. كل سنه يا ابني. لا للتعصب. هو انا كل سنه أفهمك. كل سنه عادي يعني. هو انتوا هتتخانقوا عشان كده؟ احنا يا ست مش بنتخانق. لا للتعصب. لا للتعصب. اتفضل. اللي عايز اقول لك حاجه بركات ده. اتفضل. هو انا مش نفسي الزمالك ده يبقى احسن نادي في مصر. بعد كلمه كابتن بركات بقت بركات. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن بركات. طيب قولي قولي استاذ بلال معانا من الشرقيه. الو الو استاذ جلال. ايه يا فندم عاملين ايه؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. اتكلمنا من الشرقيه. الشرقيه. شوف عرفتها الواحده. الله اكبر يا مصر. الله اكبر. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. متابعنا؟ متابعك. اه. اهلاوي بقى ولا زملكاوي؟ اهلاوي. بامانه والله اهلاوي صميم كمان. اتفضل. اخيرا حد كلمني بقى اهلاوي. هم كل اللي كلمونا اهلاويه ما عدا واحد. لا لا في زملكاوي كتير طبعا. ازاي حضرتك يا كابتن موحى؟ الحمد لله والله. حبيبي يا فندم اتشرفنا. سيبني بقى الناس الاهلاويه. عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله يا حبيبي طول ما انت بصحه وخير. انا اهلاوي بس بحبك والله. ربنا يخليك يا حبيبي دي شهاده اعتز بيها. استنى انا بقى الناس الاهلاويه. طب كلم يا استاذ جلال. ايه يا فندم اتفضلي. بذمتك يا استاذ جلال. استاذ جلال موحى. موحى موحى بلاش موحى. قولي. بذمتك مش كل سنه اي حد بيخسر. انت بتكلميه من هنا ليه؟ بص يا كوارتك. كل حد بيخسر. يعني خدت بالك من السؤال؟ خدت بالك؟ خدت بالي. على النادي الاهلي والزمالك. اه الزمالك الاهلي خسر. ايه الاهلي برضه حديد. الاهلي حديد بيقول لك الاهلي حديد. ايوه مبسوطه. ايه رايك في الاهلاويه دي؟ اهلاويه جامده شكلها. اه واضح ان هي متعصبه. اه متعصبه للاهلي. اه طيب تحب تقول حاجه لمحا؟ اه عايز اساله بس على موسيماني هيمشي ولا مكمل؟ بص يا حبيبي لازم تبقى عارف ان اداره الاهلي عندها استقرار كبير جدا على موسيماني، وانا شايف ان موسيماني ماشي مع الاهلي بطريقه كويسه جدا جدا، ولكن هو قالها وانا بكررها تاني، الاهلي محتاج مهاجم سوبر. فبس فهو ده اللي بيطلبه موسيماني، موسيماني بيعمل كل حاجه في الكوره، اخر ماتشات دي لو تاخد بالك ان الاهلي مضيع اكبر كم فرص محدش يضيعها. واكيد انت ملاحظ. شكرا شكرا استاذ جلال واتمنى ان شاء الله التوفيق للاهلي والزمالك. اتفضلي.
ليه بقى بتتخانقوا؟ مش بنتخانق. يا عسلات. يا عسلات ايه عسلات؟ كباتن يا بنت في ايه؟ كباتن يا وسط العسلات. هو انت عشان لابس سورتات. سورت ايه سورتات ده؟ هو حاجه اسمها سورتات. انا كابتن ولا مش كابتن؟ كابتن باراكوتا. كابتن ايه؟ انت مش شايفه؟ ده منظر كابتن. في بقى مش عشان لابس زي الجبنه بقى تقعدي. ما انت جبنه نشتن فعلا يعني وكمان لابس سورتات الجبنه جبنه. طب يا رحيل عايز اطلب منك طلب. ايه رايك تبقي زملكاويه ونعمل دويتو مع بعض؟ الله الزمالك يا بنتي ده عبقري. الزمالك ده جم... ايه ايه اما يكسب مره. لما يكسب مره. طيب بمناسبه يكسب مره على فكره. استني انت بتضحكي ليه؟ استنى بس. انت بتضحكي هو لازم يكسب. خاينه خاينه اهلاويه خاينه. لا للتعصب لا للتعصب. يعني لو الزمالك كسب الدوري السنه دي تشجعيه؟ اه كده مش هتشجعيه. يلا يا زمالك بقى يلا بقى. لو مرتين مرتين ده انت بتحلمي. اخد بقى الجايزه زي الاهلي كده بس هشجعه بمليون مره كده. حلو وخلي بالك احنا لو لعبنا بايرن ميونخ دي هنكسبها اللي هي غلبت الاهلي. اه مال بايرن ميونخ. اه الزمالك اقول لك على حاجه. اه اقوى من برشلونه. الزمالك اقوى من برشلونه ونادي قوي وبيجيب جوانا. ايه رايك؟ وبيكسب اي حد. هي بس بيمر بظروف ظروف هي ظروف والزمالك قوي والزمالك راجع واحنا اوفياء يا محمد. انا قلت يا جماعه في فرق كبير. قول استنى بس قول يا رحيل. العقلانيه والله حركة. طب استنى لو الحركه دي لها علاقه بالكره تبقى مالهاش علاقه. اتفضل تعملي ايه؟ اعمل حاجه تانية. ايوه اعملي. طيب هقول لا لا ما تقوميش عشان السلوته ما تتقطعش. قول قولي قولي. ايه الجنان ده؟ قولي. انتوا بقى يا عسلات مش عايزين نتكلم لي. مش عايزينك تتكلمي؟ اتعدي لي بس عشان الحلقة كلها يا مش عاوزين نتكلم. لا ما هو انت بتتكلمي. ماشي انا ما انا دلوقتي ما اعرفش حاجة عن الاهلي ولا الزمالك ولا اي حاجة. امال عمالة تقولي انا اهلاوية ولو الزمالك كسب هشجعه ايه؟ اي بالظبطي؟ اي هم كل الزملكاوية كده بيجوا في الاول يقعدوا يقولوا كده بعد كده يتعلقوا بالنادي وبعد كده يحبوا النادي. عيط مش عيط. تعمل نفسك تعيط. لا مش عيط مش عيط. منورنا يا كابتن. لا بقى فين بقى يعني منور. اصل بص بس انت كل مره بتعمل نفسك بتعيط يا كابتن. لا لا اول مره اعيط بجد. اصل كنت في المرحله دي على فكره. انا موجوع. عارف كنت امتى في المرحله دي؟ قبل افريقيا قبل ما الاهلي ياخد افريقيا والقضيه. بعد كده بقى قلبك ميت ده ما بتحسش. لا بعد كده خلاص. قولي عشان تتفضح. ما انت كده ما انت كده 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 اصلا بتعملها على الفيس. ايه يا ست ايه تعمل حاجه على الفيس وبتكذب. لا للتعصب يا جماعه لا للتعصب. احنا قاعدين البيت ولا ايه؟ اطلع بقى بالفانيلا البيضاء. الله اكبر. واقعد اقول الزمالك والزمالك والزمالك. طيب والزمالك. طيب احنا معانا مكالمه. قول الو. الو الو مساء الخير سنوري. ده كان موحى. تمام مين معايا؟ انا سحر اختك. مساء الخير يا استاذه سحر. كلنا اخوات طبعا. إيه؟ الحمد لله يا فندم. احنا بنحبك قوي يا موحى. ازيك؟ الحمد لله والله ربنا يخليكي. ده شرف ليا والله. انت اهلا يا موحى. اهلاويه ولا زملكاويه يا فندم؟ طبعا احنا زملكاويين. ربنا يخليكوا. حاسس نبره كذب مش عارف ليه. سمعت نبره كذب. احنا زملكاويين. انا حسيت لا لا لا. الزملكاويه اهلاويه ولا زملكاويه حسيتي ايه؟ زملكاويه بتقول اهو. لا لا لا. الطفل الملاك البريء ما بيكذبش. لا الزملكاويه ما بيكذبوش بصراحه. طيب اهي منوره يا استاذه صح. ربنا يخليكي والله. وده يعني شهاده فوق دماغي. انت فعلا محترم بصراحه وبتتحب يا كابتن موحى يعني. واحنا مش عشان اخوات ولا حاجه بس دي الحقيقه وشيء لازم تتقال. اوعى. ربنا يخليكي يا فندم والله. شكرا جدا الف شكر. قصدك قصدك ايه لما انت قلت انا كنت في المرحله دي اللي هي مرحله العياط دلوقتي؟ هقول لك انا عارف لما مثلا تبقى عندك امل وثقه. تقعد السنه كلها تدح ورا فريقك تدح وفي الاخر ما تقول لنا حته دحايه كده من كنت بتدح. وانت بتحسش بيا بركات. لا لا كتر اللي اقول لك انا احنا لا انا عايز حته دحيح دلوقتي يعني. قول لي ايه الدح عشان ما يبقاش الدح الدح بوق. انا عايز حته انا اقول لك حاجه قلتها من قلبك. الزمالك قادم كده. لا دي اقول لك حاجه. اتفضلي قولي من قلبك. يا رب الزمالك يكسب. الله يا رب يا رب. ارتحت انا كبركات. ارتحت ارتحت ارتحت. ان شاء الله السنه دي الزمالك هيكسب.
اكسب يا رب. اقعدي بقى اقعدي. لا للتعصب يا جماعه، لا للتعصب. لا للتعصب. شكرا على الدعوه الجميله دي. يا رب الزمالك يكسب. وكل اللي هيكلمنا النهارده اللي هيقول زملكاوي يدعي قدام بركات كويلة نجم مصر. لا مش نجم مصر، قولي نجم مصر المره دي. بتلعب كوره وبس وخلاص. ايوه كابتن بركات كويلة اللي هيكلمنا لازم يدعي للزمالك. يدعي للزمالك ويقول وانتي ان شاء الله. وانت قاعده وانتي قاعده فعلا احنا محتاجين دعاء كتير. عارف انا قلتها دعاء وفلوس؟ لا بس الدعاء اكتر يا رب. عارف ليه؟ الكوره عندنا تيجي عند الجون وتخرج. يعني ايه الكوره بتيجي عند الجون؟ لكن وتخرج. الاهلي الكور اللاعب يبص للكوره تخش جون. ليه ساحر؟ لا الاهلاوي هيبص للكوره تخش جون هتخش جون. طب ما انا ده اللي بيحصل بقى. ما انا ده اللي بيحصل يا كابتن. يا نية. كابتن يا كابتن انا ما اسمحلكش اللي انت تتكلم كده على الزمالك. محمد جاله يا كابتن، محمد جاله منكم انتصار. انت اهلاوي والله، انت اهلاوي والله. عينك عينك بتقول انت لا للتعصب. لا للتعصب يا جماعه. عارف انا عايز اقول حاجه للمشاهدين. احمر يبقى هو اهو انا عايز اقول يا بنتي عايز اقول حاجه للمشاهدين. اللي بيلبس احمر يبقى هو اهلاوي. قولي بس. طب ممكن لا للتعصب. طب ممكن بس ارد على الحته دي. ارد على الحته دي. اولا شرف لاي حد ان هو يبقى اهلاوي طبعا، عشان تبقى بس فاهم. يبقى زملكاوي برضه. وبرضه يبقى زملكاوي. يعني انا مش هستعر من النادي الاهلي بالعكس، ولا انا هستعر من نادي الزمالك بالعكس. فانا لما اقول انا زملكاوي انا مش كسبان حاجه ولا خسران حاجه. صح. ده انتماء على جنب. انا صح. لو من هنا لبكره قلت ان انا اهلاوي محدش هيصدقني، لان الناس عارفه موحه ده كان بيته نادي الزمالك. انا اعرف نادي الزمالك اكتر من بيتي. صدقت. عايز بقول حاجه للناس بس عشان تبقى واخد بالها بالله على الناس كلها. موحه ده كان في نادي الزمالك من فرد الامن لحد رئيس النادي يعرفني. تمام. فانا نفسي نادي الزمالك بجد، ودي رساله، نفسي يبقى احسن نادي في مصر، ونفسي ينافس على كل البطولات، ويبقى الزمالك والاهلي هما الاثنين في القمه دايما. مفيش حاجه طالعه وحاجه نازله. عشان كده بقعد اقول بصوا للحاجه الناجحه. ليه مش عايزين نبص للحاجه الناجحه ودايما نقعد نقول؟ وانت اكيد عارف يا بركات اني كل شويه الاهلي بيكسب بالتحكيم. معلش معانا مكالمه استاذه رؤية. الو. ايوه ازيك يا فنان؟ يا رؤية يا رؤية مش كل حلقة يا رؤية تقلبي علينا يا رؤية. رؤية روح عندك امتحان يا رؤية، روح ذاكر يا رؤية. يا رؤية ثانية بس أنا عايزة أقول لموحة حاجة. اتفضلي. اتفضلي يا أستاذة رؤية. هو ليه بيقول لك الأهلاوي بيبص للكورة وبيدخلها الجون على طول؟ ساحر ساحر. لا للتعصب. طب بأمانة بأمانة وبقولها على الهوا أهو، الاهلاوي في حاجه لله الكره ممكن تخبط فيه وتخش. بص على ماتش طلائع الجيش. ماتش طلائع الجيش الله اكبر. صح يا روايه. الله اكبر. ابو خالد اللي هو جاي جاب جونين، اول جون وشوف الجون الثاني جه ابو خالد كمان. عارف ما شاء الله. قول انت اهلاويه ولا ايه؟ اهلاويه دكتور. اهلاويه زي انت اهلاويه طبعا. يعني اللي انا بتكلم فيه ده اتحركت انت الاثنين على فكره ان النهارده كتير قوي. لا ما اتحركتش. اللي انا بتكلم فيه ده صح ولا غلط يا فندم؟ لا تكلم صح، بس يعني بالراحه على الاهلي شويه يعني. هتحسدوه؟ لا اله الا الله. هتحسدوه؟ لا امسك الخشب اهو يا جماعه. انا ماسك الخشب مش بحسد حاجه. انتوا عشان محدش يفهم غلط. كلامكم بقى جارح. انا حاسس ان انا فعلا بقيت زي الجبنه. اتحركت النهارده؟ اه اتحركنا كتير انت وهو. طب شكرا يا استاذه رؤية. وبعد كده لما اعرف ان انت بتتصلي مش هندخلك في المكالمه، عشان كده الاهلاويه كتروا مفيش غير واحد زملكاوي بس اتصل. انا مش عارف احنا مالنا. اتنين يا زكي. انت زكي قوي. هم عشان زعلانين. هم عشان زعلانين. زعلانين من ايه؟ زعلانين من ايه؟ الزمالك بيمر بفتره بمر بفتره بسيطه وهيبقى كويس. استنى بس. يا رب الاهلي والزمالك يكسبوا. اهدى بقى. هادي. لا للتعصب. لا للتعصب. انا انت زي ما انت اتكلمت على الاهلي انا هتكلم على الزمالك من واقع حبي ليه بكل انسانيه وبكل حب. الساده الزملكاويه، السادة الزملكاوية اوعى تيأسوا. اوعوا تيأسوا. ليه؟ الزمالك ياما فرحنا، ياما اسعدنا، ياما خلانا ضحكنا وفرحنا ونزلنا جامعة الدول وشجعنا. دلوقتي بسبب اللي بيحصل محمد جاله. محمد جاله بسببكم وبسبب افعالكم. الو. الو. مساء الخير. يا مساء الفل. يسعد مساك. ازاي حضرتك استاذ احمد؟ اي بالظبط كده. اهلا وسهلا. بتكلمنا منين؟ بكلمك من الاردن. احسن ناس. اهلا وسهلا. يا ميت هلا فيك. اولا يعني تحياتي لك ولضيفك
وللعسول البنوته هاي اللي عندها. بس بتقول لك شكرا، بتقول لك شكرا. بعكسك اهو. كلمني. يا مثال فيكم. اهلا وسهلا. اول شيء يعني استاذ موحى. مساء الخير يا فندم. انا من متابعيني. اتشرف. وهو انسان يعني مميز وعلى فكره بالاول يعني هو ما كان محايد، بالاول ما كان صح. محايد. دي حقيقة. بس يعني هلا يعني بيحكي حكي يعني عن جد يعني مش اني مشان اني اهلاوي وبحب الاهلي وهيك وهيك، لكن لا. حضرتك يعني شايفني، حضرتك شايفني بامانه، بامانه ان انا باجي إيه؟ على الزمالك عشان خاطر الاهلي، امانه وشهاده امام ربنا. لا 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 والله لا، عن جد انت كل حكيك انا بالاول من متابعينك وانت كنت متعصب ومنحاز للزمالك. دي حقيقه، كنت من اشد المتعصبين. بس يعني كنت يعني متابعك وشايف كيف انت عم تحكي بكل حياديه، والحياديه تبعتك الناس بلشت تزعل. طب ليش تزعلوا يا جماعه؟ هو الزلمه بيحكي حكي عن جد يعني ما بيزعل حدا. هلا يعني بيحكي الاهلي هيك 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 والزمالك هيك. الزمالك طبعا يعني نادي فيش اي اختلاف عليه انه نادي كنادي كبير، احنا عمرنا ما نقدر نختلف على النادي الزمالك ونادي الاهلي كبار فعلا. احنا بنتكلم في الفكر، في المبدا، يا في تغير. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. لا انا اهلاوي، اهلاوي بس مش متعصب. احسن ناس، احسن ناس. أهل... والله انت اللي عسول عن جد، انت انسانه كثير عسول وعامله جو كثير مميز بالحلقه. انا النهارده في ناس كتير كلمونا اهلاوي. اتفضل يا استاذ. تسلم اياك يا رب حبيبي. تحياتي لك وتحياتي للاستاذ موحى والله يسعدك. حبيبي عايز اسالك سؤال بس قبل ما تقفل يا استاذ احمد. اتفضل يا اخويا. انت شايف اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله نقدر ندعم الزمالك الفتره اللي جايه حتى لو بالدعاء بجد؟ لان زي ما قلنا الزمالك والله لما بيبقى في القمه زي ما بيقولوا اكيد بيفرق في مصر كلها مع كل الفرق وحتى مع المنتخب وحتى مع الجمهور. اكيد اكيد مظبوط. بس هي الشغله مش شغله الدعاء ولا شغله هيك ولا شغله هيك، الشغله للاسف للاسف في اشخاص جوات النادي ما عم يحبوا النادي. خليني احييك على الجمله دي، انت بتتكلم صح، كلها اغراض شخصيه. هذا هو المضبوط يعني، هي كل الاختلاف مش في ناس جوات النادي ما عم يحبوا النادي، لك صح. انا اهلاوي بس بحب الزمالك وبشوف الزمالك انه يكون بالعالي، يكون ينافس بالزبط. والله يعني انا تابعت ماتش الزمالك اللي هو اللي اتهزم فيه للاسف الماتش الماضي. عن جد يعني كان اداء مميز وكل شيء، بس في شيء مش مظبوط يا جماعه، في شيء داخل تحس ان زي ما انا قلت الكره مش عايزه تخش معاك ما عندك. شكرا يا استاذ احمد وشرفتنا جدا، وان شاء الله بقى في مكالمات ثانيه في الحلقات الثانيه. اتفضلي. هو كل واحد فينا ليه دقيقه، اتفضلي الدقيقه بتاعتك بعد اذنك. انت ليه بقى انت بتعمل ليه نفسك بتعيط يا بركات وتكلع على الفيس وتقعد تقول وتكلع بالفانيله البيضاء بتاعتك دي وتقعد تعيط وتعمل نفسك بتعيط وتمسك الدبدوبه وتقعد تقول الزمالكاوي مش عارف الاهلاوي؟ طب ما كل سنه عادي، السنه الجايه الاثنين هيكسبوا ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. اخد بقى الدقيقه بتاعتي وبعد كده نختم بالدقيقه بتاعتك. اوكي تمام، خليه هو الاول. لا خلاص خلينا. احرجتني لا خلينا هي ليله فل، هي اتفضل. انا اخر واحد اتفضل. الاخير ربه كريم. هو ولا انا؟ هو. اتفضل يا استاذ محمد معاك دقيقه. طيب اولا انا بقول لجمهور الزمالك لو هو زعلان مني حقك عليا في اي حاجه، بس انا بجد نفسي الزمالك ده يبقى احسن فريق في مصر. تمام، انا لما بقارن بحاجه ناجحه دي حاجه ما تزعلش حد يا جماعه، لازم نشيل التعصب دوت. انا اتغيرت في حاجات كتير، انت متقبلني على كده اوكي، لو انت مش متقبل موحى علشان بقى ما عندوش تعصب انا اقول لك خلاص اللي انت عايزه انت حر. انا الفتره الوحيده اللي اتغيرت معايا بركات، وبقول للمشاهدين كابتن بركات لو سمحت. كابتن بركات. كابتن بركات ايه يا عم خليه يتكلم. بص يا جماعه انتوا عارفين ان انا اسف يعني ما بهوهوش وما بنونهوش، صح انا بتكلم بجد دلوقتي. الاهلي لما لعب في كاس العالم للانديه انا شجعت الاهلي مركز ثالث. لا وغير كده واخد مركز ثالث يعني شكرا. انا شجعت الاهلي من قلبي وعدت الانتماء والتعصب، حسيت اللي محدش قدر يحسه. وقليلين في مصر اللي هيقولوا لكم حضرتك الكلام دوت. لما زملكاوي يشجع الاهلي بكل قلبه انا بقول لجمهور الاهلي انا في الوقت ده حسيت بسعاده جميله. اولا فريق عايز يبسط جمهوره، فريق بيلعب انا اسف وهو مصاب عشان يفرح جمهوره. انا اول مره في يعتبر في كاس العالم للانديه اشجع حاجه وبتكسب وبتشجع وبتحيي فريقها. لعيبه الاهلي كسبت الدحيل القطري ثم اتعادلت مع البايرن ميونخ بكل شرف، بعد كده كسبت
بالمراسي البرازيلي. يا اخي ده انت متابع الاهلي اكتر من الزمالك. لا انا بتابع كل ماتشات طيب. الزمالك والاهلي. طيب شكرا يا موحى نورتنا. ادي اخد بقى الدقيقه بتاعتي. اتفضل يا حبيبي. استني بقى بلا بركب ولا بتاع بقى. انت عارفه الطقم ده انا جايبه بفلوس وانا لاقيه في الشارع لازم انا اخد وضعي بيه. قولي ما بنهوهوش هو ما بنهوهوش هو اهم حاجه ما بنهوهوش هو النونوش. قولها له بقى تاني كده. هو 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 استنى. لا 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 اترقيتها اتفضلي. طيب بس هم دلوقتي عاملين هواوي نونو. لحظتي بقى عشان هنختم. اولا لا خلاص وقت الحلقه خلص والله. بصوا يا جدعان طب هسيبك تقولي معلش يا جماعه نخلي رحيق تقول حاجه في الاخر وهي اللي هتختم الحلقه. انا عايز اقول بس حاجه والله العظيم الزملكاويه كلهم طيبين. واقعد مع واحد زملكاوي كده هتلاقي طيب. امشي في الشارع وقف واحد اقول له انت زملكاوي ولا اهلاوي لو ما خافش يقول لك ان هو زملكاوي عشان محدش يضايقه شوفوا واتكلم معاه تلاقيه طيب. يعني الاهلاويه اشرار يعني يا سيدي طيبين. طيب انت مش اتكلمت على الاهلي وبسطت وقلت الاهلاويه ايه ده علاقته بالكوره؟ ايه احمر يا بركات ايه ده علاقته بالكوره؟ اختمي اختمي يا رحيق اختمي. ايه ده علاقته بالكوره؟ ماشي. نورتنا يا استاذ محا. نورتنا يا استاذه رحيق. اتفضلي بقى لكبرتك واختمي. اقعدي وانت قاعده يا رحيق. اتفضلي يلا اختمي حلقتنا. وشكرا لحلقتنا مع بالحب مع بركات رحيق وما بوموح. شكرا جزيلا. ايدينا تنتهي الاحلام علينا نخلي طرح قلبي فاتح لسه ما شبابك عينينا.